اللغة تعيشنا، اللغة تعيشنا. ما معنى تعيشنا؟ نتحدث بلغة محنطة، لغة متاحف، مومياء لغة. ما معنى أن تتحدث عن خرط القتاد وعن قرب المعنى الفلاني منك؟ إيه كالثمام، ثمام إيه وقتاد إيه وعوسج إيه؟ طبعاً أنا أقع في هذا أيضاً. أنا تستطيع أن يعني تقتبس وتستشهد بمئات المواضع في لغتي وهي لغة خشبية أيضاً مرات. أحاول أن أتعالى على هذا قليلاً، أن أعيش عصري، أتكلم لغة لها علاقة حية نابضة بعصري، مفردات عصري، مفردات حياتي. انتهى. يمكن الآن أن نشبه، يقول لك أسرع من الريح، لا، في أشياء أسرع من الريح الآن بالكونكورد. يجب أن ندخل هذا في لغتنا نحن، سواء كنا علماء الدين أو حتى أدباء وشعراء ومسرح. أبداً، نقول أسرع من الكونكورد ونكتب هذا، هذا شيء جميل، هذه حياتنا. لأن الكونكورد أسرع من الريح مثلاً، الصاروخ أسرع من الريح، سفينة الفضاء أسرع، مش أسرع شيء الريح في البيئة العربية زمان وفي البيئات كلها. ما كان في تقدم تقني، أسرع شيء الريح، ولك أسرع من الريح. ممكن يقول طبعاً أسرع إيه من البرق، إيه الآن لا يزال هو الأسرع، لا بأس أن نستخدم هذا، لا يزال هو الأسرع. حتى اللغة تخدعنا أيها الإخوة. لغة قبل 2000 سنة، لغة العرب قبل حتى الإسلام قبل 2000 سنة، ولغة المسلمين ولغة الأئمة والعلماء والأدباء الإسلاميين قبل 1200 و300 سنة و1100 سنة، لا تزال هذه اللغة تعيد إنتاج نفسها عبرنا، تخدعنا لكن تحنطنا، نحن محنطون ونتكلم لغة لا تنبض فينا، لا نشعر بنبضها، لأنها تتوسل مفردات وتشبيهات ومجازات واستعارات لا تمت إلى حياتنا بصلة. إذن هي تعيشنا، نحن لا نعيشها.